الحكومة الإلكترونية أكثر من مرة حكينا عنها ببرنامج نقطة على السطر، قديش ممكن تخفف من وطأة أول شيء عجقة السير، بتسرع بإنجاز المعاملات، والأهم الأهم الهدر والفساد والرشاوة. ليش لهلأ هالحكومة ما طبقت؟ شو المعوقات حولها مع أنه في هبة موجودة ومرصودة لإلها؟ وليش كل اللي انشغل يعني حول هالحكومة ابتداء من استراتيجيات اللي انوضعت، وكان في بعض اليوم الإدارات اللي تعاملت مع هالحكومة الإدارية والإلكترونية، كمان طبق بعض الشيء في بعض الوزارات، ليش لهلأ ما صار في تطبيق كامل؟ خلينا نوضع نقطة على السطر بهالإطار اليوم مع ضيفنا الخبير بتقنيات وتنفيذ مشاريع المعلوماتية المهندس فادي خوري. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. رح ينضم لنا كمان الدكتور دالحتي، منسق لجنة الابتكار في شبكة التحول الرقمي بلبنان، رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل، والوزير السابق التنمية الإدارية نبيل دفريش. يعني بداية حضرتك، يعني المخول تحكي تقنيا عن هالحكومة الإلكترونية، خبرنا ليش تأخرنا فيها لهلأ، يعني شو المعوقات اللي صادفتك بتطبيقها أنت والمعنيين بكل إدارات الدولة؟ أول شيء صباح الخير. صباح النور لحضرتك ولكل المستمعين. الجواب سهل، ما في إرادة سياسية. ليه ما بدها تكون الإرادة السياسية موجودة؟ لأنه منا موجودة على كل بكل الملفات بلبنان بها 30 سنة. ما إيه بس نحكى كثير عن الاستراتيجيات، عن أيام الوزير محمد فنيش لما كان وزير التنمية الإدارية، يعني من برنامج نقطة على السطر طلعنا معه بحلقة مباشرة من وزارة التنمية الإدارية، وحكينا عن الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة التنمية الإدارية لتطبيق الحكومة الإلكترونية. إذا نحن عم نحكي من سنة 2009 من 2009 هي قبل المشروع بلبنان، عم نحكي لما انوضعت، لما ايه لما انوضعت صح، ولكن ما يسمى والاستراتيجيات صرنا عاملين 10 استراتيجيات. بتعرفي نحن كتير شاطرين بالاستراتيجيات وبالمشاريع، صح وبالدراسات، ومنجيب مؤسسات دولية، ومنجيب يعني أكتر بلد يمكن معمول بدراسات بالمتر المربع أو لعدد سكانه هو لبنان اليوم. قد ما بدك دراسات، نحن هلا الموضوع انه انعمل التجربه بلبنان من 8 سنين، تجربه كامله للحكومه الالكترونيه وتنفذت. نحن كل شيء عم نقوله بوزاره التنميه مشروع دولتي، نحن اللي عم نقوله ما في اي مبرر ليقطع 7 سنين 8 سنين ما نكون اطلقنا الحكومه وتكون اليوم في كم من الخدمات بلبنان على الحكومه الالكترونيه. بس المبرر عندهم مبررات، يمكن موظفين الدولة بيقلوا كتير بدو يستغنوا عن الكتار منهم، هل هيدي صحيحة بالنسبة إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية بالوزارات؟ هل يعني بدنا نستغني عن أعداد كبيرة من موظفي الدولة برأيك؟ لا أبدا، ما بعتقد هذا السبب الأساسي. أنا بعتقد السبب الأساسي إنه الحكومة الإلكترونية بتمنع الرشاوي، بتمنع الهدر، بتحد من الفساد، وبتجعل لبنان أو الإدارة اللبنانية شفافة. يعني ما بقى فيك تعملي صفقات من مناقصات صغيرة بحيالة وزارة بحيالة دائرة، لا معاملة بسيطة لمواطن بحاجة إلها. هذا هو السبب الأساسي. السبب الأساسي هون. هلأ موضوع الموظفين وشو بتصير بالموظفين، لأنه طبعا الحكومة الإلكترونية بالدراسات العالمية بتخفض على الأقل من النص للتلت عدد الموظفين. يعني إذا اليوم عندنا 100 رح يصيروا بأحسن حالاتها 50 وربما تلت. يعني إذا اليوم الإدارة بتكلف الدولة 6 مليار دولار أو 5 مليار بلهن، رح يصيروا يكلف 2 مليار دولار. نعم. ونحن بنعرف إنه هلأ نحن بمرحلة تقشف. هلأ موضوع الموظفين أو فائض الموظفين، هذا الموضوع بيتعالج بإطار وزارة الأشغال، بإطار نمو اقتصادي بالبلد. يعني هيدي فكرة إنه الدولة بدها تكون مطرح ما خزان لكل إنسان ما عنده شغل، لمسؤول سياسي أو زعيم سياسي ينمي الزبائنية السياسية تبعه على حساب الإدارة والدولة، يعني من جيوب اللبنانيين. بده يعمل زعيم من جيبته، يدفع له هو من جيبته، ويعمل مؤسسة، يعمل مصانع، يعمل، ما عندنا مشكلة.
بس هيدي الموضة إنه كل الزبائنية بدنا نحن نمولها كمان، هيدي بدها تخلص، هاي المشكلة. يعني هيدي كمان يعني عنوان من العناوين إنه مشان موظفي الدولة، إنه عنا معلومات لما يعني أحد المعنيين بتطبيق كمان الحكومة الإلكترونية وتسريع التطبيق صادفته هيك مشكلة. طيب هل فعلا يعني خزان المعلومات هاي المشكلة الأكبر وين بده صوب؟ بوزارة الدفاع، بالداخلية، وين لازم يصب خزان المعلومات للحكومة الإلكترونية لما المعلومات بتتجمع؟ وين لازم تصب؟ هو مفروض يصب بشيء اسمه الدولة اللبنانية. نحن نسينا انه نحن بدولة وحدة بيرعاها دستور واحد وقوانين وحدة، وهيدي موضية المحاصصة، هالوزارة لفلان أو لهالطائفة وهالوزارة وهيدي المشكلة. بس هيك كنا ماشيين فيها. اي طب بس بدها تخلص، ما فلست هاي المنظومة، فلست بالسياسة وبالمال. نعم. يعني ما بش فينا نكمل اليوم، يعني اليوم عم نطرح موضوع مكننة الإدارة اللبنانية، ما عادت خيار يعني إنه شغلة حلوة ومش ضرورية، شغلة ملزمة. نعم. ملزمة، مش هيك بدها تصب الدولة. نعم. ملك الدولة هاي. نعم. يعني بطريقة مبسطة، وقبل ما نروح صوب موجز الأخبار 9:15 بعدين ندخل بالتفاصيل اليوم، يعني خلينا نحكي بطريقة مبسطة شو يعني حكومة إلكترونية، وين لازم تتطبق، شو بيستفيد منها المواطن، أو شو ممكن يعني تستفيد منها الدولة. يعني بكل بلدان العالم الحكومة الإلكترونية هي مطبقة، يعني بلبنان هو يمكن درجات كتير لورا ما منطبق المعلوماتية ولا الإلكترونية يعني بمعاملاتنا. صح. صح. بطريقة مبسطة شو يعني حكومة إلكترونية؟ بطريقة مبسطة شو يعني دولة؟ نضلنا نستعمل هالكلمة نحن، دولة 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 دولة. الدولة هي مجموعة مؤسسات موزعة بجغرافيا معينة بقلب لبنان وخارج لبنان. هالمؤسسات بس لأعطيك رقم، يعني البلديات مثلا هني أكتر من 1000 وحدة إدارية موزعين على الأراضي اللبنانية. مزبوط. هلا بكرة سمعتك عم تحكي عن البلديات، عن بلدية معينة. نعم نحكي إنه مش عم تجي الأموال للبلديات، وفي بلديات مش حتقدر تكمل بمشاريع وبخدمة المواطنين لأنه في أموال طبعاً صندوق البلدي مش عم بيتحول لبعض. مش عم بيتحول. فإذا لما نقول دولة عم نحكي عن وحدات إدارية، رئاسة جمهورية، مجلس وزراء، نواب، وزارات، مؤسسات مثل أوجيرو، البنك المركزي، شركة الكهرباء، هو كلهم هني مؤسسات رسمية. لما نقول دولة يعني كل هالمؤسسات تربطها ببعضها دستور واحد وأنظمة واحدة. نعم. والحكومة الإلكترونية هدفها شو؟ وكمان هالمؤسسات بفوت ما يقارب عليها يوميا فوق 100,000 موظف بين لبنان وخارج لبنان بالسفارات. هذه مؤسسات 100,000 موظف عم بفوتوا وعم يعملوا شغل للمواطنين بهالمؤسسات. كيف أنا بدي أعرف شو عم بيعملوا كل يوم؟ هل عم بينجزوا معاملاتهم؟ مين عم بيجي؟ مين ما عم بيجي؟ مين ما عم بيعمل شيء؟ الحكومة الإلكترونية ضرورة لأقدر أضبط إيقاع كل هالوحدات الإدارية، من قضاة لمحاكم لدرك لسفارات لكل مؤسسات الدولة، دولة واحدة. هيدي الحكومة الإلكترونية بتمسكها من مطرح واحد، ومن هون ضرورة يكون في وزارة المعلوماتية مرجعية واحدة بلبنان لكل شؤون المعلوماتية، لأنه المعلوماتية اليوم بالدول المتطورة تدخل ضمن أمن الدولة، لأنه اليوم حماية الدول منا بس على الحدود، حماية الدول كمان بالمعلوماتية بشيء اسمه سايبر سيكوريتي. نعم. طيب باختصار، فإذا خلينا نقول حسناتها للحكومة الإلكترونية، وقلنا يعني بعض العناوين ليش مش عم بيطبقوها، لأنه نحنا كان ما عنا دولة، يعني هي تجمع الدولة ونحنا دولتنا مشتتة، مش هيدا العائق كمان؟ هلا انت عم تكوني عم تستعملي تعبير مشتتة ومعنا، لا انا بعتقد موجودة بس مدمرين للدولة، في نصوص، في قوانين، في مراسيم تطبيقية، في ادارات، بس في مجموعة من الاشخاص رافضة تحترم هالمؤسسات وهالدولة، وهيدي بترجع لأسباب عميقة، يعني انه بالنتيجة بتعرفي صار حرب بلبنان، ونفس الشباب اجوا مسكوا الدولة من بعد الحرب وحولوا الإدارة اللبنانية للمنطق زي تلكن موجود قبل الحرب. يعني طيب شو صرنا رهائن، شو الدولة رهينة اليوم، شو الإيجابيات؟ بس الدولة موجودة. قديش بتحل من عجقة السير؟ عجقة السير، البخشيش والبرطيل، العذاب،
بتعرفي اليوم كتير أوقات المواطنين عذاب على كل المستويات، عذاب لما اليوم منقدم طلب اليوم بحيلا إدارة بلبنان نعم. ما عندنا فكرة عن المهل، المستندات المطلوبة، أمتى الكلفة أوقات كتير كمان يعني هيدا حل كامل لجميع المشاكل اللي عم بيواجهوها الناس اليوم بحيلا سيناريو مع الدولة اللبنانية. ليش ما بدون هالحل؟ أنا برأيي لأنه ما بدهم ولا حل، لأنه كان مشروع إدارة الدولة اللبنانية من وقت ما انتهت الحرب لليوم هو مشروع مدمر وغير مسؤول. نعم. وهذا بيتطبق على الحكومة الإلكترونية وعلى كل باقي مؤسسات الدولة. يعني ليش بتقولي ليش ما في كهرباء وليش ما في إدارة للزبالة ولا ما في إدارة لشيء؟ يعني الشباب ما عملوا شيء. ونحن ليش عم نحكي معك فادي خوري اليوم الخبير بتقنيات وتنفيذ مشاريع معلوماتية؟ حضرتك يعني ربحت المناقصة لتطبيقها هذه من 7 سنين. نحن نفذنا هالمشروع، وهالمشروع فسح لنا مجال. بلشتوا تنفذوا؟ نفذناه. وين؟ نفذني بوزارة التنمية. اسمه دولتي. ايه؟ هالمشروع مؤلف من 3 أجزاء: تخزين المعلومات، دليل كل المعاملات، وأطلقنا بعض الخدمات الإلكترونية. شو يعني بعض الخدمات الإلكترونية؟ يعني أنت وقاعدة بالبيت، أنت بالبيت بلبنان أو بكندا أو بفنزويلا، بدك إفادة عقارية، بتعبي الطلب على الكمبيوتر وبتوصلك بالبريد وبتدفعي بالكريدت كارد. بمختصر مفيد، الحكومة الإلكترونية هي تفسح مجال للمواطنين أو الشركات تقدر تعمل معاملات مع الدولة اللبنانية من مكان وجودها مطرح ما هي موجودة، الدفع وغيره يعني ما. نعم، بتسهل لناس وبتلغي شغل ناس، تلغي شغل المختارين مثلا المخاتير؟ كلا أبدا أبدا، كل واحد بضل مطرح ما هو موجود، ولكن بصير عندي مجال أنا، يصير عندي بالإنجليزي بنسميه traceability، بصير أقدر أعرف أنا كل إنسان أي معاملات عمل اليوم، كل مواطن لما مقدم طلب بالدائرة الفلانية قدي إله مقدم هالطلب، ليش بعد ما استلم الإفادة الناطرة. يعني بصير عندي شفافية لكل البروسيسوس تبع هالمعاملة وما بتلغي حدا. هلأ انتبهي، لما رح تطلق الحكومة الإلكترونية رح يصير عندك مجال تقدري تعرفي كل إنسان كل يوم شو عم بيعمل بالإدارة، وهيدي ضرورية لمين؟ لأجهزة الرقابة بالدولة، لأنه اليوم أجهزة الرقابة بالطرق التقليدية الكلاسيكية حتى لو النوايا موجودة لتعمل رصد ومتابعة لفعالية وموظفين الإدارة مش قادرين. الحجم الموجود اليوم والمستوى اللي وصلنا له ما ممكن نقدر نعمل رقابة بدون ما نمكنين. بس حضرتكم بس مش بس بالتنمية الإدارية هالوزارة، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كمان ببعض الوزارات طبق الجزء اليسير من هالحكومة؟ رح قلك، المشروع الحكومة الإلكترونية فكرته الأساسية هي يكون في بوابة وحدة على الإنترنت بفوت عليها المواطن اللبناني لحيلا خدمة مع حيلا وزارة أو مؤسسة بالدولة. يعني بفوت على بيج وحدة ومن هونيك بختار الخدمات اللي أنا بحاجة إلها. هيدا مشروع دولتي وهيدا مشروع الحكومة الإلكترونية اللي حاصل اليوم بلبنان، لأنه ما في مركزية للقرار المعلوماتي. اللي بيحصل إنه عنا أكثر من 150 ويب سايت، بعض الوزارات عم تطلق خدمات مثل بلدية بيروت من أسبوعين مثلا أطلقت الدفع فيا كريدت كارد، مزبوط؟ المطلوب إنه نعمل جردي لكل ميزانيات المعلوماتية الموجودة بالدولة اللبنانية، لكل البلديات، لكل المؤسسات، يتوحد هالشي بمركز قرار واحد ويكون في مشروع واحد للمكنن بلبنان. مش كل إنسان بيشتغل كأنه هو دولة وحده، لأنه اليوم كل واحد فاتح حسابه. المعايير لاختيار البرامج المعلوماتية، الأمن المعلوماتي، كل هالقضايا هاي، تدريب الموظفين، هيدا لازم يكون موحد. من هون إنشاء وزارة المعلوماتية اللي هي ضمن الإصلاح الإداري. عنا لجنة المعلوماتية بس ما عنا وزارة المعلوماتية. من جيد. بعد موجز الأخبار رح ندخل أكثر بالتفاصيل مع اتصالاتكم أصدقاء المستمعين هول هالموضوع اللي كتير مهم. لقونا بعد موجز الأخبار.
خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركيه. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو، 01-259-259-70-341-555. صباح الخير، 9:15 في صوت لبنان، موجز للأخبار. اجتماع تاسع هو الأخير للجنة البيان الوزاري قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره وطلب ثقة مجلس النواب على أساسه. الحاكم ينفي الاتفاق مع جمعية المصارف لتثبيت الدولار على 2000 ليرة. مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر قد يزور لبنان بعد نيل الحكومة الثقة. وزير الصحة يطمئن متلقي الرسائل والطرود من الصين بأنهم غير معرضين للإصابة بكورونا لأن الفيروس لا يبقى حياً لفترة طويلة فوق أسطح الأشياء. مسؤولة قسم مراقبة سلامة الغذاء في جمعية حماية المستهلك ندى نعمي تؤكد لإذاعتنا الحاجة إلى خطة طوارئ وإجراءات حكومية لضبط أسعار السلع. طريق ترشيش زحل سالك أمام جميع المركبات حالياً. إردوغان يعلن أن بلاده ستواصل الرد على أي هجوم على القوات التركية في سوريا. والخارجية الإيرانية تقول مسار أستانا هو المسار الوحيد القادر على حل الأزمة السورية ويجب الحفاظ عليه. الأسهم الصينية تفقد أكثر من 9% من قيمتها في أول جلسة بعد تفشي كورونا. وواشنطن تشير إلى أن الصين لم تقبل حتى الآن عروضها للمساعدة في مكافحة الفيروس. نقطة على سطر صوت لبنان، منتابع نحن وياكم مع ضيفنا اليوم الخبير في تقنيات وتنفيذ مشاريع المعلوماتية المهندس فادي خوري. وبدي أطلب من كل الأصدقاء المستمعين اللي عندهم مداخلة حول هالموضوع عن الحكومة الإلكترونية على أرقام تليفونية صوت لبنان 01-205-511 01-325-555 خلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. اليوم سيد فادي خوري، حضرة المهندس، نحن اليوم عم نحكي عن الحكومة الإلكترونية، شو المستجدات اليوم بهالموضوع؟ في مستجدات أم كله قديم وعم نرجع يعني هالملف الموضوع بالجوارير نطلعه إلى العلن ونقل للحكومة جديدة تفضلي في عنا استراتيجية طبقت بوزارة التنمية ببعض الإدارات بالدولة عن الحكومة الإلكترونية، تفضلي كمل المشروع. المستجدات أول شيء أنه في قسم كبير من الشعب اللبناني له 100 نهار، أكثر من 100 يوم عم بيتظاهر بالطرقات. نعم. في وضع اقتصادي كلنا بنعرفه. طيب شو الحلول؟ الناس ما عادش بدها تسمع توصيف لمشاكل، خلص شبعنا. قلنا 30 سنة وهون أنا بحمل للإعلام دور، بيستقبل الإعلام كتير أوقات أشخاص بيوصفوا المشكلة على التلفزيونات، كل يوم عم نوصف وعشية محاكم تلفزيونية، صار البلد كله تلفزيوني، محاكمنا على التلفزيون بالعدلية. هاي شغلة نوصف، نحن مش حكومة. لا نحن بنتمنى، نحن بنتمنى التركيز يكون على الحلول، لأنه في حلول لكل شيء بلبنان، لكل شيء. نحن وبالتحديد لموضوع الحكومة الإلكترونية، ما بدنا مين يتبنى هالحلول ويمشي فيها. هلا نحن طالبين، كنا طالبين حكومة أكفاء. مين أنتو تصورة يعني؟ نعم طبعا طبعا، نحن طالبين بالأساس حكومة أكفاء مستقلين نيح ليقدروا يمسكوا ملف ويروحوا فيه للآخر. لما منقول أكفاء مستقلين، شو كان المقصود بالمستقلين؟ مستقلين عن المنظومة اللي فاشلة. للأسف ما قدرنا نحصل على البدنية، لكن في البعض هلأ بهالحكومة الموجودين، في بعض الأشخاص كفاءتهم ما في بحث فيها، أخصائيين. نحن مراهنين على أنه يمكن هالصوت يوصل ويمكن يبشروا فورا بتطبيق هالحلول. مستقبل اتصال، مين معنا؟ ألو صباح الخير. صباح النور، معك سيلفانا لئيس. يا أهلا وسهلا. الأشخاص معوقين، يا هلا.
أهلا فيك وبضيفك. أنا حابة أسأل حول موضوع الحكومة الإلكترونية. البعد التنوع والحقوق فيها، يعني اليوم تقنيا لاستخدام منظومة المعلومات والمواقع الشبكة مفترض بالنسبة للأشخاص المعوقين مثل الأشخاص المكفوفين أو الأشخاص الصم يلي هن مواطنين يعني مواطنات بيحتاجوا ليقدروا يستخدموا هيدي الوسيلة إنه يكون في معايير محددة تدرج عند تصميم وتنفيذ الحكومة الإلكترونية. فأدى يا ترى هيدا الشيء تاخد بعين الاعتبار بالتجربة النموذجية اللي ضيفك حكي عنها؟ ونقطة تانية هي لما بنحكي عن الأداء، وحسب ما فهمت إنه منصير نقدر أكتر نضبط كيف يعني الناس عم تشتغل، يعني عمليا حاجة لمعايير معينة. فبهالإطار كمان كتير مهم نعرف كيف هيدي الطريقة رح تقدر كمان تدير عملية خدمة التنوع، لأنه المواطن اللي عنده حاجة إضافية كمان هو حقه يحصل على الخدمة مثله مثل أي مواطن آخر. نعم. شكرا. أهلا وسهلا فيك سيلفانا، تفضل. إيه، نحن بالتجربة الأولى اللي عملناها كنا أخدين بعين الاعتبار الأشخاص اللي عندهم محدودين ببعض الإمكانيات ليقدروا يعملوا معاملات مع الدولة. بس هيدا الموضوع موجود بغير دول، وفي تقنيات لتاخد بعين الاعتبار جميع أنواع خلينا نقول الحدود اللي ممكن موجودة عند المواطنين. نعم. شكرا. على كل حال يعني اليوم رح ينضم لنا ضيفنا منسق لجنة الابتكار بشبكة التحول الرقمي بلبنان الدكتور دال حتي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بالرغم من انطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية من أكثر من عقد من الزمن واللي رافقوا من تطوير وتحديث استراتيجيات، طيب ليش ما تطبق لهلأ؟ مين عرقلة لهالحكومة؟ هل هي قصة أموال واعتمادات أم قصة نيات وإرادة؟ صباح أول شيء صباح الخير. صباح النور. وصباح الخير لأستاذ سادي فوري، أهلا وسهلا فيكم، وتحية كمان للأستاذ سيلفانا اللئيس العزيز كتير علينا. أنا أتوضح كم نقطة لأنه يبدو أنه في معلومات بعد ما اكتمل. التجربة النموذجية اللي انعملت بال 2011-2012 كان بروجكت مانجر الأستاذ خوري فيها، عطت بورتل اسمه دولتي، بتصور يمكن حكي عنه، أنا ما كنت عم بتكلم. نعم كان حكي عنه حين عن دولتي. هذا بورتل بوقتها كان سباق بهذا الموضوع، ونعمل شيء كتير جميل جدا. طبعا لم يكتمل تفاصيله بوقتها، لا بتدخل دائما السياسة بكل التفاصيل في لبنان حتى بالتبولة وبالكب الني. وبالتالي بحب أنا أكمل الموضوع. نحن بآب 2019 صار في مناقصة جديدة ربحتها أحدى الشركات اللبنانية لا الفيس 2 من هذا المشروع، وبرنامج بيخلص بآب 2021، سنتين عمل متكاملة لا نيو لوك لدولتي، البرنامج الجديد للبورتل الجديد اللي عم ينعمل بالتكنولوجيا الحديثة جدا، مع إضافة كل الوزارات اللي هلا قادرة تفوت فيها، لأنك يعني بدك تحضر الوزارة قبل، يعني مثلا وزارة المالية أكيد عندها كل السيستم، الأمن العام عمل سيستم ينضم على دولتي القديم والجديد، بس بعد ما أطلقوا لأنه التكنولوجيا بدها تكون مطورة أكثر، وبدها تعمل أويرنس يعني توعية عند الموظفين وتوعية عند الناس إنه في عقبات. في عقبات. العقبات إيه بدها شغل، لأنه إحنا توضح لك الموضوع، يعني الوزراء اللي تعاقبوا على الوزارات وحكي عن السلسة دي إنه في هلا في تحرك، في حراك، في ثورة، ما أنا مش مختلفين على التسمية، لازم يصير في شيء جديد. فقال لي أنا ما كنت مع وفد 11 خبير، رحنا على دولة اسمها أستونيا بشهر 3 سنة الماضي من قبل مجلس النواب، أنا خبير بهذا الموضوع، رحنا وشفنا بأستونيا الدولة كيف بتكون حكومة إلكترونية متكاملة، لأنه هني عندهم صفر فساد بأستونيا،
الدولة كاملة 2800 معاملة ما بيروح فيها المواطن على الدولة، بتم كلها بواسطة شخص ببيته بمكتبه يقدر يعمل كافة المعاملات والدفع الإلكتروني وبيدفع بطريقة إلكترونية وكل ما يلزم. بس إلا نحن تقدر نوصل على هذا الموضوع بدنا تشريع. نحن أطلقنا بالقانون 81 اللي انعمل بآخر 2018 اللي هو اللي هو قانون المعاملات الإلكترونية، بده بعد هلأ المراسيم التطبيقية عم تصدر تباعا، إنما كل مرة مثل كل شيء بلبنان بياخد وقته. تأصدرنا القانون عن المعاملات الإلكترونية بلبنان أخذ 14 سنة دراسة بمجلس النواب. لو ما إجا صدر وقال لا نحن ما فينا نعطيكم المصاري إلا إذا عملتوا قوانين تحمي المعلومات الشخصية وتحمي المعاملات الإلكترونية وتم تطبيقها بليلة ما فيها ضوء أمر بعطوا ورانا كلنا سوا وتم المعلومة وطلع شبه نسخ. يعني في بعض الأشياء اللي بدها تعديل، بس صرنا في عنا شيء نبني عليه. إيه الرؤية بالعالم كله سوا صفر فساد، يعني حكومة إلكترونية مشان هيك ما طبقت عنا يعني صفر فساد. إيه لأنه واحد أنت ما فيك ترشي الكمبيوتر فكيف بدنا هذا سيستم بتفكيرنا اللبناني من 500 سنة لليوم تعلمنا أنه نحن الرشوة شيء بيسهل لك العمل. تاني شيء فكيف بك تعمل معاملة صح 100% وأنت والكمبيوتر؟ بدك تكون أكيد في ثقافة، ونحن اللبنانيين عندهم ثقافة، وشبابنا اللي على اللي نزلوا المثقفين اللي عملوا هالحراك الحلو والناس اللي تحركت والناس ببيوتها صار لازم نعمل أفزة نوعية. كلنا متأملين. الكلمة كتير حلوة للاستفادة أنه في بعض الوزراء يعول عليهم، أكيد نحن رح نعول على كل الوزراء، والوزير اللي بيغلط الشعب لازم يحاسبه، وبالتالي لازم كلنا نكون جديين بهذا الموضوع. بس التوجه كون أكيد نحن أسسنا شبكة التحول الرقمي في لبنان، وأنا أحد منسئيها، أنا منسئ قسم لجنة الابتكار والإبداع بهالشبكة، وأطلعناها من مجلس النواب. ونحن كل شهر أو شهرين عندنا دورة تدريبية لأشخاص يهتموا بهذا الموضوع. نحن رايحين على وعي توعية للموظفين الدولي، توعية للناس نتلقى بشكل كامل مع برامج هذا الملف. بده شغل. بس قال لي شغلي أجوبهنا بنقطة صعبة كتير. نحن الدولة اللبنانية فيها تخمن الموظفين، يعني الاستغناء عن الموظفين حكينا عن هالشيء. لا ما رح نعمل انه استغناء، لا مش استغناء، نحن بدنا نستغنى، نحن بدنا نحسن الاداء. نعم في فرق. يعني الموظف اللي كان معود على سيستم معين على مدى 20 30 سنه بده يسمح لنا يا بيتاقلم يا هو يعني بده بعدين ندخل عناصر الشبابيه. طب خلينا نختصر اللي عم تقوله. في عائق انه اليوم في عنا زبائنيه بالتوظيف بملكات الدوله وبالتعاقد، يعني اليوم من اسباب التاخير انه لموظفينهم ما بدنا نستغني عنهم بهالادارات، هيدا عائق للحكومه الالكترونيه مش هيك؟ مش بس الحكومة، لكل تطور الدولة، لكل تطور الدولة. كيف لكان طبيعي هذا عائق كبير جدا. نعم. يعني نحن ولا مرة، يعني نحن أنا مدير شركات، يمكن الأستاذ فادي كمان عنده نفس الروحية ونفس الفكرة أستاذ خوري. نحن مدراء الشركات أول شيء بنعملها بالشركة شو الجوب ديسكريبشن تبع الشخص. نعم. شو بدنا منه؟ صح. أنا أتحدى يبعثوا لنا حتى لو وزارة التنمية الإدارية أو أي وزارة تبعثني الموظف درجة 3 بوزارة المالية مثلا شو الجوب ديسكريبشن تبعه. ثاني شيء عندنا تمويل صندوق التنمية الكويتي مول هالمشروع صح؟ صح. اي وين المصريات؟ وين صرف المصريات؟ عم بينقال بعد في 20 مليون. لا هو هلا المصاري في قسم من المصاري اموال موجود، وصندوق التنمية حريص صار عنده خوف انه بقى ما بقى بده يمول الدولة اللبنانية. في قرار بهذا الموضوع لانه وضع مصاري لم يستعمله، لم تستعمل في شيء راح منه لجيوب النافذين. انا ما في معلومات عنا انه في من معلومات ما بنعرف قديش مدى. ما عندي انا ما بتهم الا ولا بعمم ولا بتهم. نعم. اذا في مستند رسمي قدامي فيني احكي فيه. طيب دكتور دلحتي عم بنعمل هلا في البورتال الجديد. ايه هيدا خطوة تانية طبعا ما وصلنا بعد الحكومة الإلكترونية، بس خطوة إيجابية جديدة بتكمل الخطوة اللي بدأت بال 2011-2012 على أمل أنه نصير كلنا بفكرنا نطالب بس ننتخب. نحن بلد ديمقراطي، بس تنتخب صح تحكم صح 100%. بس تنتخب صح
صورتك الطالب. إذا ما بتنتخب صح رح نضل بنفس الدوامة إلى أبد الأبد. اللبناني اللبناني اللي عم بيتبوأ بالعالم أفضل المراكز وعنده الإبداع، اليوم نحن بأواخر 10 مقاعد للتطور يعني الإلكتروني بلبنان بالنسبة للحكومة الإلكترونية، وبعد شوي بنصير بالآخر بالآخر. يعني اليوم مين بدنا نحمل مسؤولية لمين؟ ما عليه دكتور دال، حتى اليوم في ثورة لازم نسمي الأمور بأسمائها. اليوم مين طبيعي بدنا طبيعي نحمل طبيعي مسؤولية عدم تطبيق الحكومة الإلكترونية بوجود التمويل من صندوق التنمية الكويتية واللي هن كمان غيروا رأيهم لأنه ما في شفاف؟ لمين بدنا نحمل؟ لمين؟ هذا المشروع إذا ابتدأ اليوم بده 5 سنوات. نحن بده 5 سنوات إذا ابتدأ اليوم. فعليا بدنا 5 سنوات يكون عنا حكومة إلكترونية متكاملة إذا تضافرت الجهود. الأموال موجودة، قسم منها موجود، لأنه قسم تاني اللي هو تحولي كل حتى الدفع الإلكتروني هو النقطة الصعبة. يعني أنت تدفعي بدون ما يعني من خلال المصرف، ولا عندنا مشكلة مع المصارف وعنا مع مصرف لبنان ومين بيدفع وكيف تعمل سيكوريتي تبع الأموال وكيف تعمل حماية المعلومات الشخصية اللي بدك تحطيها أونلاين تقدري تسجلي. نعم. هيدا سيستم بده شغل، ما في واحد يقول والله أنا ايه بس صارنا سنوات عم نحكي عن 10 سنين لورا مبلش انه كان لازم ينتهي. لكن لك شغله، مرق بعض الوزراء الفاعلين، مرق بعض الوزراء لم يقربوا على هذا الموضوع، ما فكروا ابدا يقربوا على هذا الموضوع. بس انا بشهد لانه وصول الشهادة لهذا الموضوع انه الوزيرة عناية عز الدين عملت شغل كتير كتير منيح بهذا المجال، والوزيرة ماشي دياب على هلا بهالفترة تمت المناقصة بقبل 2019. أنا شكرا. ما عندي ولا أي علاقة معهم للوزيرتين. شكرا. إنما كانوا ناجحين. نعم شكرا لك. المبدأ العام، المبدأ العام أنه إذا النية موجودة نصل إلى ما نتمناه للكل. دكتور دال حتي منسق لجنة الابتكار بشبكة التحول الرقمي بلبنان، شكرا لك. عندك تعليق الهيئة؟ بس خلينا ناخذ فويس مسج. إيه أكيد. نعم عندك تعليق؟ إيه طبعا. يلا خلينا ناخذ فويس مسج. صباح الخير. صباح صوت لبنان وصباح الثورة بلبنان. المشكلة بتطبيق الحكومة الإلكترونية أو مكتنة الدولة، المشكلة إنه أول شغلة ببطل فيه نسبة عمالة وتبرطل وخويات بالمعاملات أول شغلة. تاني شغلة بخف عدد الموظفين وهيدا بخف المحسوبيات. مزبوط. يعني المتحاسبين ببطلوا يتوظفوا بالشكل العشوائي. مزبوط. والفساد قائم بالدولة، لأجل هيك نحن ما في شيء يطبق عنا بالدولة لمصلحة المواطن ووقف الهدر. نحن عنا السلطة الفاسدة هي سلطة الهدر المال العام وسرقة الشعب وتجويعه. نعم. ونقطع السطر. شكرا لك. تفضل أستاذ فادي. إيه أنا خبر. التعليق اللي عندي على موضوع المهل هلأ أطلقوا، خلينا نعتبره نوع من فيرجن 2.0 للمشروع اللي بدأ من 7-8 سنين وبده 2 سنين ليبدأ بالعمل. وحكي عن مهلة زمنية الاستاذ دان 5 سنين. أنا بطرح سؤال إنه هل يا ترى نحن بنعرف إنه الدولة بتقدم كمية خدمات؟ بعتقد بوقتها كانوا 4500 خدمة. بنظري لازم نوضع جدول بالخدمات الأكثر شيء مطلوبة من قبل المواطنين. رح أعطيك مثل، براءة الذمة بالضمان للشركات الخاصة، هيدي بتشكل كمان كلفة على الشركات، وقت هدر، وفي كمية سنوية. بوقتها كمان من كم سنة كانوا يحكوا ب 300,000 براءة ذمة سنوية بتنطلب. يعني لما كل شركة، لما نعرف انه المعاملة كمان، هيدا كانت دراسة معمولة ما بتذكر اي مؤسسة، معاملة مع الإدارة اللبنانية اليوم بتكلف $100 للمواطن. $100 فيها النقل، فيها الروحة رجعة عدة مرات، فيها الرسوم، فيها فيها فيها، يعني في أمور فينا نبدأ فيهم بتقديري أنا بسرعة أكتر. ما في لزوم ننطر 5 سنين. هلأ يمكن هو بيقصد لا يخلص كليا، بس أنا برأيي بغضون أشهر فينا نطلق خدمات محددة، فينا نطلق خدمات محددة. نعم. اليوم في مواطن بيقول لي يعني أول مرة الدولة بتختار الشخص المناسب لقوننة النظام، هل من الصعب وضع إلكتروني للنقل العام، وضع نظام إلكتروني للنقل العام لتستفيد الدولة ويبقى منظم أكتر؟ طبعا لا مش صعب، طبعا مش صعب. كل اللي شغلي بلبنان موجود، كل الكفاءات
التقنية لكل أنواع حلول المعلوماتية. نعم. من حكومة لنقل عام، لا لا لا، كله موجود. الخبرات عنا إياها، المعرفة عنا إياها بلبنان، واللبنانيين المقيمين خارج لبنان كمان عندهم هالكفاءات. نعم. يعني ما في شيء صعب وما في شيء مش، بس بنرجع بنقول الموضوع هو موضوع إرادة، قرار سياسي. خلينا اليوم نتواصل مع رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل حول هالموضوع تحديدا، شو عم بيصير بهاللجنة، شو الخطوات طبعا اللي قامت فيها للتسريع، وشو ورش العمل اللي انعملت بهالإطار للتعجيل بتنفيذ هالمشروع. نقطة رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل، صباح الخير. صباح النور ست نوال، صباح النور لكل المستمعين. أهلا وسهلا فيك. عم نحكي اليوم عن الحكومة الإلكترونية، طالما التمويل موجود ليش لهلأ ما طبقت الحكومة الإلكترونية؟ ونحن منعرف يعني صندوق التنمية الكويتي مول هالمشروع. صراحة المشكلة منا بس مشكلة تمويل، الحكومة الإلكترونية هي تقريبا يعني عم نشكل حكومة جديدة ولكن على صعيد تكنولوجي، يعني بمعنى آخر عم نجي نحول كل الخدمات اللي بيعملها المواطن عبر الوزارات الرسمية والإدارات الرسمية إلى خدمات إلكترونية بيعملها بواسطة جهاز الكمبيوتر، الإنترنت وغيره. فمن هون في عنا عدة أمور مفروض واحد يخدهم بعين الاعتبار. أولا موضوع القانوني، يعني اليوم للسماح للمؤسسات العامة والإدارات الرسمية لتقدر تبلش تعمل خدماتها عبر الإنترنت وعبر الجهاز الإلكتروني، لازم أول شيء تعطيها الإطار القانوني تبعها. من بعدها بدنا نفوت على موضوع التقنيات، ومن بعدها بدنا نفوت على موضوع التنظيمة، ومن بعدها بدنا نفوت على موضوع تأسيس الجهاز البشري للي بده يواكب هيدا الموضوع. واليوم أنا برأيي عنا نقص بكل هيدا الموضوع. اليوم المشكلة الأساسية أنه الوزارات هي رافضة التحول الرقمي والتحول الإلكتروني لسبب واحد، لأنه اليوم طالما أنت الملف بين إيديك تقدري تتحكمي بالأمضة وتقدري تتحكمي بإذا الملف تحطيه بالجرور أو لا، وهيدي المكان الأساسي للفساد. فمن هون من الضروري جدا أنه النفسية أو الوزراء اللي بدون يجوا والمدراء العامين اللي بدون يجوا يغيروا النفسية ويغيروا نمط التعامل تبع الموظفين مع الملفات. ومن هون فينا نفوت على موضوع التقني وغيره، لأنه موضوع القانوني دجا حطيناه على السكة بإصدار القانون السابق يلي أصدرناه من تقريبا سنة ونص يلي هو المعاملات الإلكترونية. هيدا القانون بيسمح للوزارات يبلشوا يتعاملوا عبر الوسائل الإلكترونية، بس ما ألزمون، يعني بيسمح بس ما ألزم ما ألزمون. هو الحكومة الإلكترونية منا شغلة إجبارية، هي طريقة عمل. يعني اليوم بس مش لازم تكون إجبارية، لأنه في تلكؤ حسب ما عم تقول أنه من الإدارات والوزارات العامة أنه ما تمشي لحتى يضل في فساد وهدر ورشاوة. اعتبار كتير كبير بلبنان وبالعالم، ما في شيء بينجبر، يعني ما فيك تجبري حدا ولا بالقانون ولا بالقوة. يعني مثلا رح أعطيك مثل، القانون يلي بيقول عن حصول المعلومات، حق الوصول إلى المعلومات، نعم، هيدا القانون موجود وبيجبر الوزارات تعطي إذا أي مواطن راح طلب معلومة أو دوكيومان مستند مجبورة الدولة أو الإدارة الرسمية تسلمه. ولكن هل هيدا الشيء عم بيصير اليوم بلبنان؟ لا، لأن النفسية والثقافة بعد ما راحت بهذا الاتجاه. بس عنا ثورة اليوم بوجه الطاقم السياسي الفاسد اللي عم بيتغير شوي شوي، يلي نعم. شفنا أنه بلش فيه نفسية للتغيير اللي هي شغلة جيدة، لو التغيير صار بمكان غلط كليا يعني وراح على سياسيين ذو وجه مدني او بلباس مدني، او رحنا على حكومة شوي جديدة ولكن بخيطان مرتبطة بالاحزاب السياسية. ولكن التجديد هو بالاساس شغلة مهمة، وانا برأيي اهم شغلة بالادارة اليوم لازم تبلش تصير هي موضوع النفسية ونمط الحياة. لازم الوزراء اللي بدهم يجوا او اي شخص بده يتعطى بالشأن العام بده يتعطى بالشأن العام بنفس جديد وبنمط حياة جديد بهيدي الادارات، وساعتها كتير سهل اليوم نبلش نحول شوي شوي الخدمات الى خدمات الكترونية. رح اعطي مثلا، اليوم وزارة المالية ما في حدا جبرها، ولكن وزارة المالية اليوم موجودة 3 ارباعها
على بورتل وعلى الانترنت. يعني اليوم اذا بدك تدفع اي ضريبة او الاملاك المبنية او ضريبة السكن تبعك بوزارة المالية فيك تفوت على الويب سايت تبع وزارة المالية تشوف الايجار تبعك وتشوف شو عليه متوجبات وتدفعيهم. هيدي الشغلة تعتبر حكومة الكترونية. ولكن الاهم من هيك لما تصير وزارة المالية وزارة العمل تشابك. وزارة الاشغال وكل الوزارات يبلشوا يرتبطوا ببعضهم، ساعتها بنكون عم نبلش نخلق حكومة إلكترونية واسعة. ولكن اليوم كل وزارة بدها تبلش تنطلق من المكان اللي هي فيه اليوم على الأوراق إلى الخدمات الإلكترونية اللي ممكن تقدمهم لكل المواطنين عبر شبكة الإنترنت. لأبعد من هيك، اليوم النائب نديم الجميل، هل في خوف من خرق المعلومات؟ عشان هيك مش عم بيصير في عنا حكومة إلكترونية؟ هل كمان يعني أم المعلومات وين لازم تكون؟ وين لازم تتجمع المعلومات؟ بالسرايا الحكومية، بوزارة الدفاع، بالبنك المركزي؟ هل هيدي مخاوف؟ ما عم بتخلي الحكومة الإلكترونية تمشي بشكل كامل وفاعل؟ خليني أقول أنه هيدي ما مفروض تكون حاجز لنوصل إلى حكومة إلكترونية أبداً. كل الدول عندهم نفس التحديات، كل الدول عندهم نفس المخاوف، وكل الدول قدروا تخطوا هالمخاوف أو قدروا أمنوا على مكان معين الحماية اللازمة للبيانات. يعني اليوم أنا برأيي إذا وزارة العدل بتقرر تحط بياناتها على شبكة الإنترنت